وخلال استضافة في نشرة سابقة، أكد الكاتب الصحفي محمد المحميد أن النتيجة الكبيرة في المشاركة في الانتخابات تؤكد رغبة المواطنين في ترسيخ مبدأ المشاركة كعمل سياسي مسؤول من قبل الشعب. ما تم من نتيجة كبيرة 73% من نسبة مشاركة أيضا تؤكد على رغبة المواطن وصدقه في تواجده في العملية السياسية، في رغبته على استمرار التغيير. نعم. خطوة جريئة قام بها الشعب البحريني في ترسيخ مبدأ المشاركة كعمل سياسي واعي ومسؤول أيضا. لا شك أن هذه النسبة الكبيرة والمتميزة إذا بنقارنها مع الانتخابات السابقة هي الأعلى في تاريخ البحرين، وأيضا نشير إليها أنها أيضا لها دلالات محلية وخارجية. نعم. إذا بنركز على الأمور المحلية، أيضا الوعي الموجود لدى الناخب، إصراره، المشاركة، مثل ما تفضلتي هناك كافة فئات المجتمع حريصة على المشاركة، أو حتى المرضى والمصابين بكورونا، بل وحتى بمبادرة وزارة الداخلية أشركت أصحاب العقوبات البديلة أيضا شاركوا، وبالتالي 73% هذا النجاح ترى الكل حققه. اليوم انتصرت البحرين، اليوم فازت البحرين فوز مستحق وساحق أيضا.